شيخ الان نحن طوالي طيب. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. عشان الشغلايه ما تبقى كواريك بعد بنفتح الفرصه للازل المباشره. اي زول عنده سؤال مباشر تفضل يا شيخ تفضل خش. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد واصحابه اجمعين. يعني الشيخ انا اسالك سؤال بسيط طبعا يعني علمنا ضعيف وبسألك من اخواننا هنا معانا وما بيصلوا الجمعه صلاه الجمعه دي نهائيا ما بيصلوها معانا يعني قدر ما حاول صلوا الجمعه في الجوامع كلهم ما بيصلوا الجمعه نهائيا وعسى موجودين الحمد لله هنا بيصلوا في كلامي ده يعني الجمعه دي نهايه ما بيصلوا ولا في ودنية لا في جلقني لا في مبروك لا في عبد الرحمن ولا في اي محل الجمعه دي مرفوعه منه ونحن دارين الخطاب اللي يسمح لنا يرفع منه الجمعه دي شنو وشكرا بارك الله فيك جزاك الله خير احسان بسم الله. طيب يا اخواننا بالنسبه لسؤال الاخ اللي قدمه عن صلاه الجمعه صلاه الجمعه يا اخواننا واجبه على كل رجل ذكر مقيم غير مسافر وليس مريضا واجب عليه ان يؤدي صلاه الجمعه كويس لقوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فصلاه الجمعه واجبه والانسان ما يتركها الا لعذر من الاعذار وقد يكون العذر نسبه للامام اللي بيصلي الجمعه قد يكون الامام صاحب عقيدة باطلة منحرفة فإذا كان صاحب عقيدة باطلة وعقيدة منحرفة فالإنسان ما يصلي خلفه لأن الصلاة الإنسان تبطل إذا كان عقيدته باطلة تبطل صلاته لقوله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك فلو كان الإمام اللي بيصلي الجمعة صاحب عقيدة باطلة وعقيدة منحرفة ما تصلي وراه إنما تشوف مسجد آخر لو في مسجد آخر تصلي فيه لو ما في مسجد آخر تصليها ظهر فقط تصليها ظهر فقط ليه؟ لأنه الإمام ده عقيدته لنفسه ما بيصح وصلاته كذلك ما بتصح وإذا كان الصلاة لنفسه ما صحيحة فصلاته لغيره ما صحيحه وبالتالي ما يجوز لك تصلي مع امام صاحب عقيده منحرفه في الله سبحانه وتعالى وعنده شرك بالله سبحانه وتعالى. طيب ندي فرصه لسؤال اخر تفضل تفضل يا اخواننا اي زول من العاملين جوته برا عنده فرصه للسؤال ما عندنا مشكله مو سؤال بس نحن بنتحداكم نتحدى شيخك عندك فرصة للاعتراض لو دار تعترض على كلامنا عندك فرصة تعال قدم دليلك نحن قلنا لا الأولياء ما بينفعوا ولا بيضروا ولا تدعوهم انت عندك الأولياء بينفعوا أو بيضروا تعال قدم دليل دليل من الكتاب والسنة أما الفوضى والضوضاء ما بتغني عن أصحاب أي شيء ونحن حلقتنا الحمد لله شغالة وماشية والكلام ده كله ما بأثر توحيد ماشي يا زول توحيد ده هنا ماشي تمام فهمت تعمل جوطة بطريقتك ده كله ما بيأثر بشي تكوارك ببرا نادي الشيخ مش انت الاولياء بينفعوا بيضروا ويقول لك بينفخوك كده نادي مخليه ينفخونا نادي احمد تجاني خليك من نادي احمد تجاني واحمد داوود واحمد هارون وما تعرف البرعي كلهم ناديون اوه في كلهم في جماعه هيني دمرون لنا بصاقع ناديهم قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله ناديهم الان اتحداك وشيوخك كلهم نحن قاعدين لك هنا شوكه حود لا تنبلع ولا تفوت قاعدين لك في المكان ده هنا عندك راي ادعو شيخك دار تناظرنا تعال دار تناقشنا جيب دليلك دار تجيب شيخك جيب شيخك في حاجه ثاني كله معاك هنا السلام عليكم عندي سؤال ها كويس السلام عليكم عندي سؤال انا داير اسالكم داير اسالكم طبعا قالوا اسمه شو اديني كويس يا الله
العلم بالنقل ما بالعقل، والله ما زي يا جماعة. قلت له زول ما يبارد الشيخ، أنا كم ما بارد الشيخ نتعلم وين؟ هاي دار السؤال دي جايب. ما في مشكلة كونك تتعلم عند الشيخ، ونحن من قبل في كلامنا ما قلنا ما تتعلم عند الشيخ، أفهموا الكلام، ما قلنا ما تتعلم، لكن قلنا لك ما تدعو الشيخ، ما تنده في الشدايد، وما تعتقد إنه بينفعك وبيضرك. لكن أنت لو بتتعلم ما في مشكلة في التعليم، نحن ذاته تعلمنا عند شيوخ، ذول بيعلمك القرآن، بيعلمك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيعلمك الفقه، بيعلمك اللغة العربية، بيعلمك الخطابة، بيعلمك الفرائض، ما في مانع، تعلم، والعلم يؤخذ بالتعلم، تتعلم من شيخك وتتأدب وتحترمه، ده كله ما فيه مشكلة، لكن ما بجوز ليك تدعو، تدعو تنده، ما بجوز، ولا بينفعك ولا بضرك لو طقيت راسك بالزلط، لا بينفعك ولا بضرك، ولو بينفعك خليه ينفعك السدي. أنا الآن بتكلم وبتحدى شيوخك من جلقني ليح الفوق القديمة هناك. بتحداهم تت، خليه ينفعوك انت ولا يضروك ولا يملكوا لك حاجة واحدة انت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دار اوجه سؤالين. السؤال الاول، يعني في المحاضرات السابقة قالوا التوصل ممنوع، التوصل للانسان، الانسان يسأل الله مباشرة ويكون معتمد عليه اللي ربه. فأنا داري أسأل الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم زمان كان هو موجود عنده كان عسكري معاه، عنده عسكري بيحميه، ده واحد. اثنين، أنا داري أسأل السؤال الثاني، إنسان مؤمن بالله ورسوله هل يجوز أن تقول له كافر؟ السلام عليكم. طيب بالنسبة للسؤال الأول بيسأل، أنا أرجو الناس تهدأ، وأي سؤال إحنا بنفتح صدورنا لا يزول، داري يسأل يسأل، وداري اعترض اعترض، ما عندنا مشكلة، فالناس تهدأ وتستفيد من الحلقة. طيب بالنسبة للسؤال الأول، ما سأل ده سؤال إحنا نجاوب أول حاجة كويس. السؤال الأول التوسل، قال أنتوا بتقولوا ما في توسل بالأشخاص، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان حي موجود قال هل كان عنده عسكري؟ أنا ما فهمت مسألة عسكري دي علاقتها شنو مع التوسل، لكن أجاوب لك. التوسل يا إخواننا إما يكون بالأسماء الحسنى زي ما جاء في سورة الأعراف، ربنا سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ده توسل صحيح. يعني تقول من الأسماء الحسنى الرحمن، يا رحمن ارحمني ويا ودود اغفر لي، وهكذا أي اسم من الأسماء الحسنى، ده توسل جائز. التوسل نمرة اثنين، تتوسل بعملك أنت، عملك الصالح حقك أنت، لكن ما حق زول تاني. تقول يا ربي أسألك بصلاتي، أو أسألك بصيامي، أو أسألك ببري للوالدين، ده توسل جائز مشروع، ما في مشكلة تسأل الله بعملك الصالح. نمرة ثلاثة، وده اللي بيفهموا الناس غلط، ده اللي بيفهموا الناس غلط، اللي هو تقول لزول أدعو له الله. لاحظ، أول حاجة مش تدعوه، تدعو تقول يا فلان، لا، تقول له هو أسأل لي الله، ده ما في مشكلة. يعني لما نلاقي أي واحد من الإخوان، أي زول من مسلم أنا قابلته أحسب بخاف الله وبيتقي الله، أقول له فلان يا أخي والله أنا عندي مشكلة، الأيام دي المرأة عندها عملية، ولا ولاداتي عيانين، ولا أي حاجة، عليك الله أدعو لي الله معك في صلاتك، في صلاتك أدعو لي معك الله، ولا في وقت نزول المطر ده وقت دعاء مستجاب أدعو لي الله يدعو ليك، ما في مشكلة. لكن ركز معاي، ما كمان أنت تمشي تدعو لك غايب، زول بيكون غايب ما في، واحد يرفع يده، أحمد التجاني هناك في المغرب مدفون في المغرب، يرفع يده يا احمد التجاني ويقول لك ده توسل، ده ما توسل، ما توسل ده. اول شيء زول ميت، ونمرة اثنين زول غايب، غايب ماف ماف، انت كيف بتقول له ادعو لي؟ يدعو لك كيف؟ فهمتني؟ السلام عليكم. ايوه كويس يا اخي، انت قول قال الله
وكده، لكن امر انت الاولياء المازق بيهم ديل جدا يا عمر. تفضل تفضل يا عمر، انا جاوب على سؤالك ان شاء الله. ان شاء الله اجاوب على سؤالك. تجاني وما ادري عمر، انا تجاني ان شاء الله. نجاوب على سؤالك ان شاء الله، نجاوب على سؤالك ان شاء الله. فشفت يا اخواننا، عندنا اذا التوسل اذا زول حي موجود، حي موجود، قول له ادعو لي الله معاك. زي ما الصحابه زمان وقت النبي صلى الله عليه وسلم موجود كانوا بيجوا بيقول له ادعو لنا في الاستسقاء في المنبر. جاء اعرابي دخل قال يا رسول الله هلكت العيال وجف الضرع. قال لا استسقي لنا يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده ودعا الله، دعا الله له، وده المطلوب دي احنا دارينه، يدعو ليك دعاء. رفع يده ودعا الله، قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. نزل المطر كافواه القرب، ما في مشكله، ده كده تمام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جل العباس وكان في جدب وما في مطر، جل العباس قال له ادعوا الله. العباس وقف دعا الله، قال اللهم لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يكشف الا بتوبه، اللهم تبنا اليك. نزل المطر هنا كويس، ده ما فيه مشكله. لكن ذول ميت ما داخل في الموضوع ده. اثنين، ذول غايب، غايب بعيد ما داخل في الموضوع ده. دعاء بجاه ذول لا، دعاء بعمل ذول ثاني لا، انما تدعو الله انت بعملك الصالح او بالاسماء الحسنى او ذول يدعو لك الله سبحانه وتعالى. ده السؤال الاول. السؤال الثاني قال هل بجوز تقول لي ذول مؤمن، ذول مؤمن تقول لي يا كافر؟ ما بجوز. لحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من كفر اخاه فقد باء بها احدهما. ما بجوز ذول مؤمن تقول له كافر. لكن انت مفترض تسال السؤال كيف؟ انا اوريك السؤال الصحيح. مش تقول ذول مؤمن تقول لي يا كافر، لا، تقول ذول وقع في الكفر تقول لي يا كافر ولا ما تقول له؟ ده السؤال هنا كده. فاذا كان السؤال بالطريقه دي تبقى الاجابه الزول الوقع في الكفر اما يكون جاهل واما يكون عارف، واحد من اثنين، اما جاهل كويس او زول عارف انه بسوي في شنو. اذا كان جاهل يعلم، تعلم وما تقول له يا كافر كويس. اذا كان عارف انه دعاء غير الله شرك ورفع يديه ومطى كده يا الفقراء تلحقونا قال، وعارفه عارف ده كفر كويس. يلا في الحاله دي العلماء قالوا الا يكون مجنون فكت منه، شرب طق له مريسه جنسه كله شرب لبن قويه جننته جنه ما واعي بكلامه اللي بيقول فيه ده، او لاي سبب من الاسباب هو ما مدرك ما واعي، معلش ده تقول له كافر. لكن زول ده عشو عديك كده ده ورفع لك يده ذي الحجبات صبيطه بتاعت حجبات وورته الحديث والدليل وقال الله وقال الرسول، قال لك انا بعمل كده بس، ده كافر طوالي. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح شنو؟ الكافرون. ربنا سماهم كافرين، تقدر تسميهم مسلمين؟ يعني تغالط الله ولا شنو؟ الله سماهم كافرين، زول بيدعو غير الله او اي عقيده باطله كويس، وما جاهل ولا مكره ولا غيره من الاعذار، ده كافر بر المله طوالي، ولا في نقاش في الموضوع ده. طيب اتفضل. هاي بمعنى يا جماعه اي انسان عشارة لانسان كافر بيعلم بالغيب، انا مفهومي كده. اي انسان اشار لمؤمن انت كافر بمعناته انت بتعلم بالغيب. كيف تعلم انه هو كافر؟ اديني دليل في ذلك. المساله بدليل مش علم غيب. علم غيب ده ما في زول بيعلمه. وجزاك الله خير انت ثبتت لنا معلومه مهمه انه ما في زول بيعلم الغيب، صح؟ دي معلومه مهمه، جزاك الله خير يا بارك الله فيك. ثبتت علينا لانه في ناس بيدعوا الان انه الشيوخ بيعلموا الغيب، ما في زول بيعلم الغيب. وانت لما تقول لانسان كافر ده ما معناه تعلم الغيب. اديك لها مثال بسيط يقع عليك بمزاج كده وتفهمه بمزاج. الليله لو جه زول يتوضا كويس؟ يتوضا ومشى صلى
ما في مشكلة. جاء واحد تاني يتوضى، بعد ما يتوضى انت بدعي له، مشى بال هناك مشى بال وجا دار يصلي، انت حتقول له شنو؟ تقول امشي توضى تاني صح؟ توضى تاني لانه ما حتصلي بالطريقة دي. ها؟ حتقول له صلاتك باطلة لو صليت صح؟ صلاتك باطلة. هل انت بتعلم الغيب؟ لا ما بتعلم الغيب، لكن ده حكم شرعي. الزول اللي توضى ودخل الحمام ولا مشى بال ده وضوه بطل وصلاته باطلة بالطريقة دي. كذلك الزول اللي بيقول لا إله إلا الله ويقع في الشرك نقض لا إله إلا الله زي ما البول نقض شنو؟ الوضوء. وده ما في علم غيب. كده وقعت. ندي فرصة لزول تاني لو عنده سؤال. طيب السؤال في الورقة هنا، السائل بيقول هل يجوز السواك بالمعجون في نهار رمضان؟ السائل بيسأل عن سؤال في أحكام رمضان، إنه هل بيجوز السواك بالمعجون ولا ما بيجوز؟ السواك بالمعجون يا أخواننا لو كان حد الفم، يعني أنت بتتسوق بتنظف أسنانك ولسانك وما بيدخل شيء لحلقك لجوفك، ما بيدخل أي حاجة، في الحالة دي العلماء ده قالوا زيه زي المضمضة، لما أنت تتمضمض بالموية. يعني هسا الزول لما يكون صايم بتوضى ولا ما بتوضى؟ مش بتتوضى؟ الموية بتدخلها حلقك ولا بس في خشمك وبتطلعها؟ في خشمك وبتطلعها. العلماء قالوا ما في بس كونك أنت تتسوق بمعجون أو تتسوق بغير معجون أو تتسوق بالمسواك فقط، إذا كان بشرط، بس بشرط ما يدخل منه شيء إلى جوفك، وكذلك بشرط إنه الرائحة النفاذة بتاعته ما تدخل للجوف، زي المعجون بتاع الوردة ده فيه رائحة نفاذة ممكن تخش لجوفك، فأنت تحذر ما تخش لجوفك. وبعض أهل العلم قالوا ما بجوز، في خلاف المسألة، بعضهم قال ما بجوز لأنه ده مظنة للإفطار، إنه الرائحة بتاعته قوية وفي الغالب بيدخل منه شيء إلى الجوف، عشان كده بعض أهل العلم قال ما بجوز. المهم الراجح والله أعلم اللي بعلمه بجوز، بس تعمل حسابك ما يدخل منه شيء لجوفك. ادينا واحد واحد الأسئلة. طيب قال سؤال، في بعض من الأولياء يسمون الرواجاب، قالوا موكلون بالمطر والجن والطير. أول حاجة ده كذب، لأنه الموكل بالمطر ميكائيل عليه السلام، ده اللي ربنا وكله بإنزال المطر القطر من السماء، موكل به ميكائيل عليه السلام، ده الشيء اللي وارد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا ما قال لنا ولا الرسول قال لنا إنه في ولي من الأولياء موكل إنه ينزل المطر، أبدا، إنما دي وظائف للملائكة، نزول المطر وظيفة من وظائف الملائكة، قبض الأرواح وظيفة من وظائف الملائكة، نفخ الروح في الجنين وظيفة من وظائف الملائكة، غيرها من الوظائف المعروفة للملائكة كويس عليهم السلام. لكن أما يكون موكل بها شيخ لا. وقال موكلين بالجن، موكل بالجن وشنو تاني؟ الجنة، موكل بالجنة، إن دي بالجنة يعني، لا ده برضو ما موكل به، ما موكل بالجنة ولا أي حاجة. الجنة ده ربنا بوزعه براه، قال لنا في سورة الشورى الصفحة قبل الأخيرة، سورة الشورى ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. شوف الخلق ده حق الله، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ده الله. ناس بدهم أولاد ذكور، عليكم السلام، ناس بدهم إناث، كيف حالكم؟ ناس بدهم يلخبط لهم، بدهم جزء إناث وجزء ذكور، ناس بدهم شنو؟ بخلوهم الواحد عقيم، العقم ده تاني ما بيتعالج، ما تقول لي ده مش لابوك الشيخ وده بدي جنة، بدي شنو؟ الله قال عقيم، شنو بدي تاني؟ ما بدي أي حاجة. كويس؟
فاذا قال موكل بالجنه وثاني شنو؟ ها؟ بالجنه وشنو؟ الطير في الهواء؟ موكلين بالطير في الهواء؟ كويس؟ اي طبعا ده هم بقول لك الطير عشان ما ياكل لك الزراعه بتاعتك تمشي للشيخ تدفع له البياض، تقول انا حيلة الطير ده كده، شوف الا الطير ده يكون عنده شواطين بناحو الطير بس، اذا عنده شيطان ممكن انه يحيل الطير، لكن الطير ده ما بيعرف لو فكي. الطير ده بيتعامل مع فكي؟ بيشتغل معاه؟ ما موكل دي كلها ربنا سخرها لسليمان عليه السلام، شيخك ده سليمان احنا ما عارفينه ولا شنو؟ في سليمان عليه السلام قاعد هنا في جلقني؟ سليمان عليه السلام ربنا رفع قبضه كويس زمان ما في سليمان ثاني، ربنا قال فسخرنا له الريح تجري بامره رخان حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد، سخرنا له الطيره كل اللي سخرنا له ربنا سبحانه وتعالى من الطير والجنود له من الجن والانس كده ده كله لسليمان عليه السلام، ما سخر له واحد من الجماعه دي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد أنتم يعني نعم كسلفيين تقريبا يعني في قفص الاتهام في مواضيع يعني إن شاء الله نرجو أن توجهوها. أولا يعني متهمون بإنكار الأولياء واللي هو بسب الأولياء، واحد. نمرة اثنين أول ثانيا مثلا اللي هو أيضا متهمون بأنه شنو بتدعوا إنه الله عز وجل في السماء. ونمرة ثلاثة أيضا أنتم يعني مطلوبون إنه شنو تبينوا إذا كان هناك أولياء، نعم الأولياء وما هي صفاتهم وهل هم موجودون أو غير موجودون. وأيضا من الأشياء التي نحب أن تبينها لنا أنه لماذا مثلا اللي هو هذا يذم وهذا يحمد وما اللي هو سبب ذلك. وأيضا نريد أن تبين لنا شيئا آخر مثلا عن البدع، تقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن كل بدعة ضلالة، والناس يعني يقولون إن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فأيضا نريد أن تفرق لنا بين اللي هو هذين الأمرين. وجزاك الله خيرا إن شاء الله. أشكر السائل، ونحن يا أخواننا دارين أي زول يسأل بصورة طيبة وبهدوء، الناس كلها إن شاء الله تلقى الإجابة، ولو ما عندنا علم نقول الله أعلم. طيب السؤال الأول بيقول أنتم تنكرون الأولياء، يعني في اتهامات بتوجه لنا ذكر الأخ ده جزاه الله خير إنه دي اتهامات موجهة لنا. الاتهام الأول نحن ننكر قال الأولياء. أولا يا أخوانا نحن لا ننكر الأولياء أبدا، لا ننكر الأولياء، هذه الأمة فيها أولياء وفيها صالحون، وربنا سبحانه وتعالى تكلم عنه في القرآن، قال تبارك وتعالى في سورة النساء قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما عندنا مشكلة، احنا في أولياء نعم نؤمن بهم، ولو كفرنا بالأولياء نبقى كفرنا بالقرآن وبالسنة. التشهد ده نحن لما نشهد السلام علينا وعلى منو؟ على عباد الله الصالحين. احنا التشهد ما قاعد نقراه ولا شنو يعني؟ ما بنقرا التشهد، ونحن في كل صلاة من الصلوات بندعو للصالحين في أي صلاة. ما عندنا مشكلة في أولياء وفي صالحين. طيب سؤاله الثاني، أنا أرتب الأسئلة من جديد. سؤاله الثاني قال ما الرابع هو سؤال في الترتيب، لكن أنا أجيبه الثاني. قال ما هي صفاتهم؟ ده المطلوب وده السؤال الجميل. إنه الأولياء ديل، مش ربنا قال في أولياء؟ نعم، رسول قال في أولياء نعم. صفاتهم شنو؟ ربنا جابها في سورة يونس. دي صفاتهم. في حاجات كثيرة بجيبوها السودانيين ساي وبجيبوها غيرهم، لا 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 دي ما عندنا مع شغل إحنا. نحن عندنا قرآن وسنة. صفاتهم في القرآن ربنا قال في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ربنا ذكر لهم صفتين: الإيمان والتقوى. عشان كده ابن تيمية ده اللي بيحرق أحمد داود، ابن تيمية قال من كان لله تقيا كان لله وليا.
اي زول تغي دولي. طيب بعد ده العلماء قالوا الاولياء ديل نوعين حسب معرفتنا نحن اليوم، نوعين. النوع الاول اولياء بنعرفهم باسماء عديل كده زي الانبياء كلهم، رسل كلهم، الصحابه كلهم. يعني هسه لو سالوك قول اقعد لي 10 من الصحابه طوالي تبدا، ابو بكر، او 10 من الاولياء، ابو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحه، الزبير، سعد، سعيد، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام. اها ده الاولياء بالاسم، عديل بالاسم. يعني لو جابوا لك في مسابقه في التلفزيون ولا امتحان في المدرسه يقول لك اذكر او 4 من الاولياء، او حتى تقول لهم الشيخ الفقي فلان والشيخ الفقي علان، لا لا اقع الصحابه ديل بالاسم. اي واحد منهم ولي، سيده عائشه، ميمونه، سوده، كويس، فاطمه، كلهن رضي الله عنهن، كلهن اولياء ديل. ليه اولياء بالنص؟ لانه ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم، ده اللي رضى عنهم بنرص، انتهى الموضوع. كويس، في اولياء ثاني من التابعين، من التابعين، في ناس النبي صلى الله عليه وسلم سماهم باسماء عديل، سماهم الرسول زي اويس القرني ولي صالح، سماه النبي باسمه ما صحابي لكن صالح، زي النجاشي ملك الحبشه ما صحابي تابعي لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه باسمه وقال صالح. طيب بعد ذاك باقي الاولياء في الامه نحن ما بنقدر نقطع على زول باسمه، لكن بنقول الزول اللي بنظن فيه خير نقول نحسبه صالح. يعني هسه لو سالوك عن الامام مالك وابو حنيفه والشافعي واحمد بن حنبل الائمه الاربعه وغيره من الائمه، سفيان الثوري والاوزاعي والطبري وغيرهم، تقول نحسبهم كلهم صالحين. كويس، فدل تقول نحسبهم صالحين. في نوع ثاني من الاولياء دل عينوهم الناس براهم، ودل ما فيهم شرط الايمان ولا شرط التقوى. النوع اللي بيجي بيقول لك ادعوني انا واندهوني وانا بلحقهم في الشدائد، ها، وانا بدي الرزق وبيع الحجبات، ده ما هو لصالح، ده هو بتاع الشيطان. اوعى واحد يقول لك لا لا ده صالحين يا مولانا، صالحين عينتهم انت؟ انت بتعينهم بمزاجك؟ ما حقك ده. لما انت تكون عندك حاجه حقتك انت، ها، تعال عين لها الناس براك. لما تكون فاتح لك مؤسسه ولا عندك مستشفى ولا فاتح لك مركز صحي ولا فاتح لك بقاله، ها، امشي جيب لك ناس وعينهم ليها. لكن دي جنه الله، بعين لها انت بمزاجك جنه الله. ولصالح شهدت له، ده معناه شهدت له بالجنه، لانه ربنا قال تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اتخذ يا هو الولي، انت بتعين سائل الجنه، وخاصه كمان دخلوا لك ناس اولياء وهم فجره فجره. واحد يبيع في الحجبات، حجبات النبي قال شرك، ما في صحابي لابس حجاب، ما في نبي لابس حجاب، ما في صالح لابس حجاب، يبيع الحجبات ويقول انا ولي صالح، النبي كان حجابه عامل كيف؟ اتحداك يا احمد داوود اي صوفي حجاب الرسول كان عامل كيف؟ لابسه في ضراعه ولا في نصه ولا في رقبته؟ لابسه وين؟ لونه كيف؟ بيجلد شنو؟ بيجلد شنو؟ كم مخيطينه؟ كاتبين فيه شنو؟ بلاش كذب واستهبال، زول يبيع الحجبات ويجي عامل فاولي دجال ياكل قروش النسوان بالحرام، تجي تدفع قروشه واكديك البياض ودي اديك بخره ودي اديك كده ودي راجلك عشان ما يعرس فيك، ده ما ضر ذاته هسه؟ ده مش ضر؟ خليه يعرس فيه، انت مالك مالك؟ خليه يعرس طوالي، ما حلال الله حلال له 4، خليه يعرس 4، ما يعرس فيك راجلك وشاكدك ويطلق لك دي، فلان يطلقوها وفلان يعرسوها وديك تبور تبور ما تعرس، كله كله تقعد كده سايق، فهمت؟ كله ضر وفساد. دل ما اولياء ولا صالحين، ولا عندهم علاقه مع الولاية ولا عندهم علاقه مع الصلاح، شفت كيف؟ ونحن في ختام كلامنا يا اخواننا، انا اقول لا ازال على التحدي مع احمد داوود ولا اسمه ده، لا ازال على التحدي معه الى ان يرث الله الارض ومن عليها، او يموت هو او نموت نحن. لكن ما دام قاعدين في البلد دي اكتب التلفون، نحن بنكتب لكم في الشجره دي فوق التلفون بتاعنا، متى ما جاء احمد داوود التلفون فوق، اعمل مسكول بس ولا تلفون، مسكول فقط، نحن بنجي نوري لك احمد داوود ده النجوم بالنهار ان شاء الله تعالى.
يتأدب تمام بإذن الله عز وجل. بتقول والله السماء ما جاوبت عليه. طيب قال سؤال أخير، الصلاة جات نجاوب عليه بسرعة. قال بتقول والله في السماء ما جاوبت عليه، ما نقول نحن دلل. قال كده سورة الملك الصفحة الثانية، ربنا قال أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. تحداك يا صوفي تعال وريني في السماء ده منو، تحداك الآن. ربنا قال أمنتم من في السماء، ربنا قال الرحمن على العرش استوى، الاستوى ده منو؟ الله ولا ما الله؟ الرحمن على العرش استوى. أمنتم من في السماء، ربنا سبحانه وتعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفع وين؟ فوق ولا ما فوق؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. رافع وين؟ رافع فوق للسماء. والله في السماء فوق. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال لها أين الله؟ رفعت يدها قالت في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة. هل أنت أعلم من النبي؟ الزول اللي بيقول الله ما في السماء، الجارية لما قالت في السماء والنبي قال اعتقها فإنها مؤمنة، أنتوا أعلم من النبي؟ الدراويش اللي جاي وشيخنا أحمد داود أعلم من النبي؟ أفقه من الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم بإسناد كالقمر ليلة البدر، حديث صحيح. النبي قالت كده في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشي فأبد عليه إلا كان الذي في السماء غاضبا عليها حتى يرضى عنها زوجها. هل في السماء ده منو؟ هل بيغضب من المرأة ده منو؟ مش الله؟ الله في السماء قال كويس. ربنا قال قل نزله القرآن، نزله روح القدس من ربك. نزله من وين؟ من عند الله في السماء تبارك وتعالى. لو عندك عقيدة غير دي أمي شوف لك كتاب غير القرآن، وشوف لك سنة غير سنة النبي، بس شوف لك كتاب غير القرآن. ولو شئت الآن ممكن أديك 70 دليل، والله الآن مستعد أديك 70 دليل لولا إنه الزمن انتهى. ونلتقي إن شاء الله يمد الله في العجالة. السلام عليكم ورحمة الله. وصية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.